شاء الله نبدأ مع بعض أول محاضرة في Data Security. المفروض إن أنتوا قسم IS نظم معلومات, وعشان لو حد يعني مش واخد باله يعني من قسم تاني, فالمفروض إن شاء الله دي First Level Course of Security, يعني أول مادة Security بتاخدوها. هنشتغل إن شاء الله من كتاب مني, يعني من كتاب ويليام ستيلينجز. اسم المفروض ان هو مش غريب عليكم, لانه ظهر في كتب تانية كتيرة, بس هو الكتاب اللي احنا شغالين منه Cryptography and Network Security. الفيرجن اللي معايا حاليا الفيرجن الاديشن الخامس, اعتقد هو نزل منه السادس والسابع, بس طبعا اللي موجود معايا الخامس, ودي السلايدز بتاعت الكتاب نفسها بس بتصريف. مادة السكيورتي بتهتم بـ securing information و securing systems. فاحنا عندنا كذا ليفل من السكيورتي, في سكيورتي على مستوى الداتا, في سكيورتي على مستوى الأنظمة. المفروض الكتاب بيتعرض للاثنين, بس هتلاقي البداية نركز على الداتا سيكيورتي او انفورميشن سيكيورتي. وعلشان نعمل سيكيورتي في عندنا متطلبات, فهيبتدي يعرض المتطلبات ويشوف ازاي نحققها. فهنا بيعرف السيكيورتي انشورينج ذا سيكريسي, طبعا سيكريسي هي نفسها سيكيورتي, بس هو هنا بيفصلها بعد كده بكلمة confidentiality, data integrity and availability of components. confidentiality يعني ايه؟ خصوصية او سرية. لا, confidentiality اكتر سرية. سرية البيانات. انت قدامك بيانات وانت مش فاهمها, لان انت مش المفروض ان انت تشوفها. دي confidentiality. طيب data integrity معناها ايه؟ معناها ان البيانات ما اتغيرتش. انا باعت رسالة عشان توصل لحد في الاخر, والرسالة مكتوبة بشكل غير مفهوم غير للحد ده. دي الconfidentiality. وديت رسالة لأول واحد قدامي, بص فيها ما فهمش حاجة, سلمها للي بعده بص فيها ما فهمش حاجة, احنا كده ايه في السليم كده كويس, المفروض انها توصل للاخر. طيب اللي في النص مش فاهمين, بس ممكن يعملوا ايه؟ يلعبوا فيها, يغيروا فيها. هو بيغير وهو مش فاهم, بس هيغير, ما هي بتوصل له, بتدخل عنده وبتطلع منه, فممكن يغير فيها من غير ما يفهمها. في الاخر هي هتوصل, بس هتوصل مختلف عن اللي طلعت. يبقى انا المفروض اضمن انها توصل سليمه. ده الداتا انتجريتي. يبقى الكونفيدنشاليتي ان هي ما تتشافش غير من اللي انا عايزه يشوفوه. الانتجريتي انها ما يتلعبش فيها, ما تتغيرش. اند افيلابيلتي اوف كومبوننتس. هنا بقى الحته دي تخص اكتر السيستم سكيورتي او امان الكومبوننتس نفسها, اللي هي زي جهاز الكمبيوتر نفسه. انا عايز اضمن ان الجهاز شغال ما يقعش, لان ممكن واحد عايز يضرب لي السيستم, هو مش عارف يسرق البيانات, مش عارف يغيرها, بس يقدر ايه يوقع لي الجهاز بتاعي, يوقع لي السيرفر. يبقى انا عايز اضمن ان الاجهزه وكل الحاجات المستخدمه في السيستم بعيده عن ان حد يتحكم فيها, انا بس اللي متحكم فيها. طبعا ده تعريف, لكن ما هواش يعني تعريف مقدس, يعني في تعريفات كتير قوي, بس في الاخر اهم حاجه الحاجات requirements لازم تبان في التعريف. اي تعريف المهم يبان فيه confidentiality وintegrity, والحاجه الثالثه اللي هي هنا availability, وهتلاقوها في تعريفات تانية بتختلف على حسب انا بتكلم على داتا ولا سيستم. لو على سيستم availability يعني الاجهزه قايمه وشغاله. ممكن لو انا بتكلم على داتا الحاجه الثالثه تبقى
authenticity، ان انا عايز اعرف مين الشخص اللي بكلمه. وفعليا هو في اكتر من كده، هم مش ثلاثة بس، لكن هم يعني بيختاروا الاولويات ويحطوها في الاول ويقول لك غير الثلاثة دول في أربعة وخمسة وستة وسبعة، في حاجات تانية بس على الأقل حقق لي أول ثلاثة، ونبقى نتكلم في اللي بعد كده. علشان نحقق الكلام ده، طبعا احنا في شابتر انترودكشن لسه بيتكلم بصفه عامه، هيفتح في مواضيع عامه كده زي ما كنا في النتورك، فاول شابتر كده فتح في كل حاجه، ثم انتقل بعد كده كل شابتر كان بيحاول يفصل شويه ويزود فيه، انما في الانترودكشن بيتكلم في كل حاجه. فهنا ذكر من ضمن ما ذكر السيمتريك والاسيمتريك انكريبشن. ايه الانكريبشن ده اصلا؟ ان انا اخلي الداتا اللي عندي في صورة غير مفهومة إلا للشخص اللي مراد إن هو يفهمها. يبقى أنا عملية الإنكريبشن هي تحويل إلى صورة اللي هي بيطلق عليها مشفرة، وكلمة مشفرة دي ليها يعني هي جاية من كلمة سايفر، وكلمة سايفر أصلا جاية من كلمة صفر، فهي كلمة سايفر الإنجليزية أصلها عربي اللي هي كلمة صفر، لأن الصفر كان يستخدم بمعنى لا شيء. فلو أنت عايز الشخص اللي غير مرغوب فيه يفهم لا شيء من الرسالة، فأنت بتخليه الرسالة كأنها صفر بالنسبة له. عشان كده هم خدوا كلمة سايفر، إحنا بقى رجعنا خدنا كلمة سايفر تاني وخليناها مشفرة، مع إن هي أصلا مصفرة. يبقى عملية الانكريبشن هي عملية تحويل الداتا إلى صورة غير مفهومة إلا لناس معينة. عملية الانكريبشن بتتم أو بتتصنف لطريقتين، سيمتريك وأسيمتريك. طبعا الكلام ده له قصص لسه، بس يعني حاليا بما إن احنا في الانترودكشن فنقول كده باختصار المعنى الكبير للكلمتين دول. علشان تحول الداتا لصوره غير مفهومه اللي هي عمليه الانكريبشن، انت بتطبق عليها الجوريزم بيعمل فيها مجموعه من العمليات. هل الالجوريزم ده سري؟ لا ابدا، معروف وموجود، تقدر تنزله وتعمل بيه انكريبشن زي ما انت عايز. الالجوريزم ده زي ما هو معاك مع اي واحد تاني، يعني اي واحد تاني مع الالجوريزم، الهاكر مع الالجوريزم، اي واحد عايز يسرق البيانات معاه الالجوريزم. امال ايه اللي يفرق؟ الكي. ايه بقى الكي ده؟ انت علشان تعمل انكريبشن بتحط معلومه ثانيه بنسميها الكي جنب البيانات الاصليه، بيبقى فيه كده بيان ثاني سر، هو ده بقى اللي عن طريقه بيتعمل انكريبشن. طيب لو اتعمل بيه انكريبشن، المفروض المفتاح ده الكي ما يبقاش معروف غير للشخص اللي عمله والشخص المفروض ان هو يستقبل الحاجه ويشوفها، غير كده الباقيين لا. يبقى انا عايز ابعت رساله ومعايا الكي اشفر بيه او يعني اعمل انكريبشن للداتا وابعت رساله، كل واحد يمسكها عارف انها انكريبت وعارف الالجوريزم بس معهوش الكي، فمش هيعرف. هو يحاول يخمن الكي بس لو ما عرفش يخمنه صح مش هيعرف. تمشي الرساله لغايه ما توصل للشخص الاخير، يعمل عمليه عكسيه اللي هي ديكريبشن، لان هو معاه كي، يبقى لازم الكي ده يستخدم في عمليه الانكريبشن وهو هو يستخدم في عمليه الديكريبشن. طالما هو استخدم في الناحيتين اسمه سيمتريك كي، يبقى هو مماثل متماثل، لان هو عند اللي بعت وعند اللي استقبل الاخير هو نفس الكي. عيبها ايه الطريقه دي او يعني مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان انا لو ببعت لواحد عايز ابعت له الكي اصلا، يعني انا الواحد اللي انا عايز ابعت له ده ما ينفعش ابعت له من غير ما يكون عارف الكي. طب وانا هدي له الكي ازاي؟ اروح بقى اقابله وادي له الكي. ايوه ما هو يعني مش هتمل كده، ما انا لازم يبقى في زياره عشان اديله الكي، واقول له خد بالك انا بعد شويه هبعت لك رساله بالكي ده، وبعد كده اروح الناحيه الثانيه وابعت له رساله بالكي عشان يفكها.
فهي مشكلتها ان انا لو مش عارف اوصل للشخص ده او لو هو واحد بعيد عني وانا عايز ابعت له كده اعمله ازاي. طيب يبقى طبعا هي السيمتريك انكريبشن مستخدمه بس طبعا في سيناريوهات تسمح بان انا اعرف ابعت الكي بشكل سليم. هندخل في قصه ان انا مش عارف ابعت الداتا نفسها لازم ابعت الكي بتاع الداتا اصلا. عشان كده طلع الاسيمتريك انكريبشن. ممكن يبقى مفتاح الانكريبشن يختلف عن مفتاح الديكريبشن. واريح نفسي من قضيه اني لازم يكون عنده نفس الكي اللي انا عملت بيه انكريبشن. وهنا بندخل في قصه اسمها البابليك كي والبرايفت كي. اعتقد يعني اغلبكم سمع عنها واحنا هناخدها مع بعض بالتفصيل فيما بعد. بس المهم هنا بيبقى اثنين كيز مختلفين. واحد منهم بابليك معروف كل الناس عارفاه. واحد منهم برايفت. البابليك بيستخدم في الانكريبشن. طب انا عملت انكريبشن بالبابليك كي واديت لك رساله، انت عارف البابليك كي بس مش البابليك كي لا يستخدم في الديكريبشن. يستخدم ايه؟ البرايفت كي، انت معكش البرايفت. فانا كده ايه؟ ضامن ان انت مش هتعرف تعمل حاجه، يوصل للشخص المراد انه توصل له رساله هو معاه البرايفت كي، ساعتها يقدر يعمل ديكريبشن. طيب وانا جالي البابليك ازاي؟ عادي الشخص اللي هيوصل له الرساله هو باعتها بابليك، ما هي بابليك كل الناس عارفاها، هو مش قلقان لان هي مش هي اللي هتفك، هي هتعمل انكريبشن مش هتعمل ديكريبشن، فهو بيذيع البابليك زي ما هو عايز، لكن البرايفت معاه هو لوحده. يبقى اول اثنين دول ضمن عمليه الكونفيدنشياليتي، عمليه سريه البيانات. الثالثه داتا انتجريتي. نرجع تاني اهو بنتكلم، اول اثنين تبع الكونفيدنشياليتي، الثالثه تبع هي الانتجريتي اللي لسه قايلين عليها. الانتجريتي عدم تغيير البيانات، عدم اللعب فيها. انت مش عارف تفكها، مش عارف تفهمها، بس ممكن تغيرها. رخامه بقى، انا مش عارف اعرفها بس هغير لك فيها. وصلت الناحيه الثانيه بس في الاخر يجي يفكها يلاقي حاجه مختلفه عن اللي بعده. يبقى انا محتاج ان انا احافظ على الانتجريتي. ثالث اخر حاجه الاوثنتيكيشن. شايفين هو غيرها المره دي عشان بيتكلم على الداتا سيكيورتي مش سيستم سيكيورتي. لما سيستم سيكيورتي افيلابيلتي، داتا سيكيورتي اوثنتيكيشن، والاثنين بادئين بحرف الايه. عشان كده دايما بيمثلوا عمليه السيكيورتي بثلاث حروف سي اي اي، على وزن طبعا سي اي اي اللي هي وكاله الاستخبارات الامريكيه، بس هم بينظروها بكده يعني سي اي اي اللي هي كونفيدنشياليتي انتجريتي، والاي بقى ممكن تكون اوثنتيكيشن او افيلابيلتي، فهي الاثنين بحرف الاي. طيب اوثنتيكيشن معناها ايه؟ انا جات لي رساله من حد، جات لي رساله والمفروض انها رساله مهمه، حاجه انا هعتمد عليها، والمفروض انها جايه من فلان. مين يضمن انها جايه من فلان؟ ما يمكن واحد تاني بيدعي ان هو فلان. يبقى انا لازم يكون عندي وسيله للتحقق من المرسل. الاوثنتسيتي معناها ان انا عارف او عندي وسيله اتاكد بيها مين الشخص اللي بعت لي رساله. طبعا السكيورتي علم كبير جدا وداخل في يعني داخل في حاجات كتير قوي، فهنا بيصنفها من ناحيه السكيل بتاعه. احنا زي ما قلنا في سكيورتي للسيستم، في سكيورتي للداتا، ده تصنيف على حسب انا هسكيور ايه. في هنا بقى التصنيف الثاني من ناحيه السكيل، انا بسكيور نتورك محدوده، حاجه كده يعني صغيره عندي في البيت ولا في المعمل ولا في الشركه، وبالتالي هتخذ اجراءات معينه عشان احوط عليها وما اخليش حد يعرف يخترق الخصوصيه. ولا انا بشتغل على ليفل واسع انترنت، حاجه كده انا لا املك التحكم فيها بس بحاول في نفس الوقت ابعت حاجات بشكل سري. The field of network and internet security consists of. الناس بقى اللي شغالين في المجال ده
زي ما قلنا في تفريعات كتيره قوي تحت السكيورتي، بس هو هنا بيحاول يجمع لك الاقسام دي كلها. يقول لك الناس اللي هتشتغل في السكيورتي بتحاول تو ديتر بريفنت ديتكت اند كوريكت سكيورتي فايوليشنز. يبقى هو قال لك هنا ديتر اني من الاول يبقى عندي وسائل الردع المناسبه لتجنب حدوث اختراق للسكيورتي. ووسائل الردع تشمل نواحي قانونيه، وبالمناسبه يعني الناس اللي بيدرسوا سكيورتي برضه بيبقى جزء من دراستهم الناحيه القانونيه، اللي هو ايه العقوبات اللي هتحصل على الشخص اللي بيعمل انتهاك للسريه والخصوصيه والكلام ده كله. فيها نواحي قانونيه وفيها نواحي فنيه. احنا بقى علشان نمنع او مش نمنع، قبل المنع الردع نخوف حد ان هو يقرب، نعمل ايه؟ نشتغل عليه بقى، نقول له ونفهمه ان احنا عندنا سيستم لا يخترق، فهو ايه نعمل له عمليه احباط نفسي اصلا ان هو ما يحاولش. ده احد الحاجات يعني نحسسه ان هو اصلا هيضيع وقته ومجهوده علشان ان هو يحاول من الاساس. يبقى احنا بنحاول نمنع الخطوه الاولى. وزي ما قلنا ليها الشق القانوني وليها الشق الفني. طيب ما نفعش او الكلام ده ما بيخيرش على ناس كتيره، هندخل بقى في عمليه البريفنت. امنعه. واحد قرر انه يهاجم، انا بقى ايه الوسائل الدفاعيه عندي؟ عندي فاير وول، عندي انتي فيروس، عندي مش عارف ايه، عندي ايه، عندي ايه. يبقى انا عندي وسائل اللي بتمنع ان هو يقترب. طيب الوسائل دي ما نفعتش، او هو كان شاطر قوي وعرف يخترقها وحصل بالفعل مشكله، حصل اختراق. ممكن يكون هو ذكي جدا وعمل الاختراق وانا ما كشفوش، يبقى في مشكله كبيره هتقع. على الاقل لو حصل اختراق، لو عدى من كل الحواجز اللي انا حاططها له وعمل اختراق، اكتشف انه حصل. انا بنك وعامل فاير وول وصارف عليه ملايين الدولارات وعامل مش عارف كذا وكذا وكذا، بس في الاخر واحد عرف يخترق كل ده ويسرق بيانات العملاء. اخبي بقى وما اعلنش واسيب الناس يكتشفوا ان هم حساباتهم بتاخد منها فلوس، ولا ابتدي بقى اخد اجراء واقول يا جماعه معلش احنا متاسفين، بس كل واحد يغير الباسورد بتاعته، كل واحد يتاكد ان مفيش عمليه تمت من الحساب بتاعه من غير ما يعرف، وابتدي بقى ايه اقفل ورا اللي حصل ده. بس لازم اكون عندي شفافيه ان انا ابلغ كل واحد ممكن يكون انضر يبلغ الى اخره. انا محتاج الديتكشن، لما يحصل اختراق اكتشف، مش هفضل نايم ومش واخد بالي. ثم عمليه الكوركشن، اصلح بقى اللي حصل ان كان في الامكان تصليح. يبقى هو هنا بيصنف الناس اللي شغاله في المجال ده ناس بتحاول من الاساس تردع الردع، تخلي اصلا ما حدش يقرب. ثم ناس بتتعامل مع اللي يقرب، هو قرر انه يهاجم، انا بقى بدافع ازاي. ثم ناس بتتعامل مع المشكله لما تحصل، ان انا اصلا اعرف المشكله انها حصلت، وبعدين بقى اخر خطوه ان انا اصلح الحاجات اللي حصلت. طيب الكلام عن السكيورتي زي ما قلنا على كذا ليفل، كذا سكيل. فاحنا قلنا في الانترنت سكيل، ده السكيل الواسع واللي انا ملياش تحكم قوي عليه، انا ليا تحكم على الجزء بتاعي بس، انا ماليش تحكم على الباقي. يعني عايز ابعت رساله على الانترنت طلعت من عندي سليمه وانكريبتد وكل حاجه، انما هعمل ايه بعد كده؟ ما اقدرش اتحكم فيها. وفي الليفل بتاع النتورك، النتورك الصغيره، حاجه سكيل صغير. وفي الليفل بقى بتاع الكمبيوتر نفسه. هنا برضو ذكر لنا الثلاث حاجات انتجريتي وافيلابيلتي وكونفيدنشاليتي. يبقى انا لو املك جهاز كمبيوتر انا محتاج الداتا اللي جواه المهمه، طبعا مش كل الداتا مهمه بس الحاجات المهمه محدش يقدر يشوفها غير الاشخاص المعنيين اللي ليهم حق يشوفوها.
تاني حاجه الانتجريتي، هو انا مش حاططهم بالترتيب ده لكن في الاخر الثلاثه موجودين، انتجريتي افيلابيلتي كونفيدنشال، بس احنا هنرتبهم دايما سي اي اي. تاني حاجه انتجريتي، انا مش عايز حد يلعب فيها، هو مش قادر يغير بس في نفس الوقت قادر يلعب، انا مش عايز حد يلعب فيها. تالت حاجه الافيلابيلتي، الجهاز نفسه لو كان مثلا جهاز سيرفر انا مش عايز السيرفر يقع، انا عايز الجهاز يفضل شغال ما يحصلوش مثلا دوس اتاك ان هو يوقع الجهاز من كتر ما هو مش قادر يستقبل اللي جاي، ما يحصلوش مثلا رانسام وير اللي هو فيروس الفديه اللي كان طلع من سنتين ثلاثه حاجه كده مش فاكر كام سنه كده، اللي هو باعت لك فيروس على الجهاز بينكريبت كل اللي موجود، انت شخصيا صاحب الحاجه مش عارف تشوف الحاجه بتاعتك وهي موجوده، هي ما ضاعتش، هي موجوده بس انت مش عارف تفكها، هو اللي هيفكها لك لما تدفع له فلوس. يبقى هو ايه الافيلابيلتي بتاعت الداتا نفسها راحت غير لما تخضع ليه شروطه وتدفع له فلوس عشان يفكها لك، او بقى يعمل لك ان افيلابيلتي على اي ريسورس، على البرينتر، على الهارد ديسك، على الشاشه، على الكيبورد، تلاقي نفسك الكيبورد عمال يلعب لوحده ويكتب حاجات وانت ما بتكتبش، انت رافع ايدك وشايف البتاع عمال يكتب لوحده، يبقى هو بيتحكم في الريسورسز اللي عندك. هنا بيعرض لنا الثلاث حاجات كونفيدنشياليتي انتجريتي افيلابيلتي، يعني عاملها في صوره مثلث داتا اند سيرفيس. وزي ما قلنا هم مش الثلاثه لوحدهم، ممكن يكون حاجات تانية تضاف، بس هو شايف ان دول اهم ثلاث حاجات. برضو تصنيف من ناحية شدة الاختراق او انتهاك الخصوصية، ففي حاجات لو يعني حاجة خفيفة كده قرصة ودن، وفي حاجات مودريت، وفي حاجات هاي. حاجات اللو زي مثلا ايه؟ انه زي ايه مثلا؟ ايه السكيورتي اتاك اللي ممكن تكون خفيفة مقدور عليها؟ كان في كده في فترة معرفش انت حضرتها ولا لا، فيروس اول ما بتفتح فولدر معين كان بيشغل حاجة تبعه، بيشغل مش فاكر طلع حاجة كده، هو ما كانش بيديليت حاجة، ما كانش بيغير حاجة، ما كانش بيلعب في الهارد ديسك، هو ظريف ولطيف جدا بس بيضايق، اللي هو كل ما تيجي تفتح فولدر تلاقيه طلع لك رسالة ولا فتح لك ويندو معين بيرخم عليك يعني. الاعلانات ممكن نعتبرها، وان كان هم بيصنفوها ادوير، يعني هو هدفه هو عايز يعرض لك اعلان بس يعني استرخم، يعني اللي هو نظام ايه انت مش عايز، هو لا هو هطلع لك الاعلان، فهو عايز يعرض لك حاجه يعني مفترض ان هو هيستفيد من وراها، بس هو بيضايقك لان انت ما خدتش اذنك، فدي كلها مصنفه على لها لو، هو ما بيضركش بقدر ما هو بيضايقك. المودريت بقى هنا هنبتدي في ضرر، بس ضرر محدود، ضرر مقدور عليه، ضرر يعني ممكن يعني ما تبقاش خسرت كتير. الهاي بقى اللي هو ايه؟ يقفل لك الجهاز، يطير لك الهارد ديسك. اكيد انتوا يعني سمعتوا او يمكن بعضكم تعرض لبعض الحاجات دي، في مثلا كان في زمان الكلام ده بالذات يعني ايام الويندوز ما قبل الاكس بي غالبا، كان في حاجات بتنزل طبعا بتنزل غصب عنك او انت مش واخد بالك بتنزلها مع حاجه تانية، بتعمل ايه؟ بتمسك الهارد ديسك تقعد تكتب وتمسح، تكتب وتمسح عليه كتير. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه المشكله في كده؟ المشكله ان الهارد ديسك مكون من سيكتورز، كل ما ليها عدد، ليها عمر، ليها عدد مرات معين في الكتابه والقرايه. لو انت مثلا فرضا يعني ان هي مثلا ممكن تكتب وتقرا منها مليون مره، لو انت في الحاله العاديه، لو انت بتشتغل عادي، ممكن المليون مره دول يخلصوا في 10 سنين، اللي هو اصلا انت غالبا هتكون غيرته قبل ال 10 سنين. لما الفيروس بيعمل ايه بقى؟ هيعمل لك المليون مره دول في خلال 10 دقائق، يعني هو هيبوظ لك الهارد ديسك، هيوصله لنهايه عمره،
وطبعا هو بيقع في حتت يعني ممكن تبقى حته بعيده شويه تخسر فيها شويه فايلات، او تبقى البوت ريكورد اللي هو الحته اللي بتقوم الاوبريتنج سيستم. انتوا لسه خدتوا اوبريتنج سيستم ولا لسه؟ فلو لعب لك في البوت ريكورد خلاص كده انت محتاج بقى ايه، هندخل في شغلانه بتعمل فورمات غالبا غالبا هتخسر كتير يعني الى اخره. من طبعا انا بتكلم على سكيل جهاز شخصي، انما يعني لو دخلنا بقى يعني في الاخر احنا بنصنف دايما الضرر اللي على جهاز افراد انه اقل بكتير من الضرر اللي على جهاز اماكن حساسه بقى، بنتكلم على شركات كبيره، بنتكلم على جهات حكوميه، بنتكلم على حاجات على مستوى بلد. هنا بقى دخلنا في سكه ثانيه، انما انا بقى حتى بدي امثله على النطاق الشخصي يعني. يعني هو في الاخر بعد استعراض الكلام ده كله، هدف الكمبيوتر سيكيورتي ان احنا نحقق الكونفيدنشاليتي، الانتجريتي، الافيلابيليتي. دايما الثلاث حاجات، والافيلابيليتي او الاوثنتسيتي بتتغير على حسب انا بتعامل مع سيستم ولا بتعامل مع داتا. طيب تحت الكونفيدنشاليتي ابتدى يقول ان انا تحتيها في كذا حاجه، اهمهم الداتا كونفيدنشاليتي اللي هي الاساس، داتا كونفيدنشاليتي اللي هي سريه البيانات. زي ما قلنا المثال اللي احنا كررناه كذا مره، الرساله اللي انا ببعتها محطوطه بشكل مش مفهوم الا للشخص المراد ان هو يفهمها، غير كده الناس الثانيه لا. دي الداتا كونفيدنشاليتي. طب ايه الجديد بقى؟ اضاف عليها كمان البرايفسي. هنا بقى البرايفسي هي الخصوصيه. يعني ايه؟ انا البيانات دي فيها معلومات عن اشخاص، انا عايز المعلومات دي ما تنكشفش، يبقى انا بحافظ على سريه البيانات في حد ذاتها، وبحافظ على هي جايه من مين. ما انا ممكن ما اعرفش البيانات لكن اعرف هي جايه من فلان، لا انا كمان مش عايز يعرف انها جايه من فلان، يبقى انا بحافظ على البيانات وعلى معلومات عن اللي بيبعت البيانات. فهنا الشقين دول داخلين تحت كلمه كونفيدنشاليتي، سريه البيانات وسريه المتعاملين بالبيانات. ودي الجزئيه اللي اسمها البرايفسي، الخصوصيه، مش عايز حد يعرف ان انا اللي بعت. طبعا في حالات ينفع وفي حالات لازم يتعرف، يعني مثلا النتورك عشان تشتغل لازم يكون المرسل معروف علشان الداتا بتاعته تكمل، ولازم يكون المستقبل معروف، وان كان ليها برضه طرق ثانيه في ازاي بنخبي او بنغير، بس يعني في حالات معينه لازم يتعرف، وفي حالات ثانيه مش لازم يتعرف. هنا دي بقى اللي بنتكلم عليها، ان انا لو مش لازم يبقى المفروض انت مالكش دعوه مين اللي بعت البيانات، لا ليك دعوه بالبيانات ولا باللي بعت البيانات. برضه يقع تحت البرايفسي تجميع البيانات، ودي ممكن تحصل بشكل مباشر او غير مباشر. يعني على سبيل المثال الايميلات بتاعتنا، غالبا ما حدش فينا بيهتم انه ايميله ما يتعرفش، يعني عادي انا ببعت لناس كتير قوي، ناس اعرفهم وناس ما اعرفهمش برد عليهم وبيبعتوا لي، فانا ايميلي معروف. ممكن بقى جهات معينه تجمع الايميلات لهدف، قد يكون الهدف تجاري، عايز يبعت لي اعلانات، عايز يبعت لي حاجات بقى اللي بتيجي في السبام والجنك والكلام ده كله، فهو له هدف من تجميع البيانات فبيجمع الايميل بتاعي. المشكله انه لو الموضوع اقتصر على ان هو عرف ايميلي وباعه او اداه لجهه معينه تستغله، فانا ماشي هيجي لي في السبام وهطنشه، انما ممكن كمان
مع الايميل يعرف معلومة تانية، يعرف الاسم بالكامل، يعرف الوظيفة، يعرف السن، يعرف انا ساكن فين. لو عرف معلومات تانية، تجميع البيانات دي بصورة معينة بيمثل خطر كبير، لان ممكن بقى واحد مش مجرد انه يبعت لي ايميل اعلان عن حاجة، لا ده بيبعت لي وعارفني، ده انت فلان الفلاني اللي شغال في كذا وساكن في كذا، بس ده يعرفني بقى. وبالتالي يبتدي يكلمني في امور وانا متخيل ان واحد قريب او واحد او يستغلني بقى، يقول لي انا علشان هنشر لك مش عارف صور ايه ولا هعمل ايه زي ما بيحصل، ويبتدي يفبرك صور، يقول له انا بقى هفبرك صور، او يعني يقول له انا عندي صور ليك وهنشرها الا لو دفعتني مبلغ كذا. يبتدي يستغل البيانات ويبتدي بقى ايه يعمل نوع من انواع المخاطر عليه. فالمفروض البرايفسي يقع تحتها اني امنع حاجه زي كده، امنع ان المعلومات اللي هي غير ضروريه انها تتعرف، ان في شخص البروفايل بتاعه ما لم يكن هو بنفسه بقى اللي عرضها قرب، انما طالما هو ما لم يطلب منه، لم يستاذن في ذلك، يبقى مش المفروض ان انا اجمع بيانات عن شخص. هنا برضو بيتكلم على الداتا انتجريتي، وان انا المفروض احافظ على الداتا ما تتغيرش. والافيلابيليتي زي ما شرحنا ان الريسورس يفضل موجود وقابل للاستخدام، سواء الريسورس ده يمثل سيرفر ما يحصلش عليه اتاك يوقعه، يمثل برينتر، يمثل سكانر، يمثل ماوس، كيبورد، اي حاجه من الحاجات اللي بنستخدمها تفضل متاحه للاستخدام. طيب غير بقى الثلاثه المثلث المشهورين دول، في حاجات ثانيه، بس يعني ايه الحاجات الثانيه دي بيعتبروها اقل اهميه، عشان كده ايه ما بتذكرش في السياق الاول، لما يجي وقتها او لما يجي الحاجه ليها بيقولوها. فمثلا في حاجه اسمها نون ريبيوديشن، عدم الانكار. عدم انكار ايه؟ انا عملت معاك صفقه والمفروض ان انا هبيع لك حاجه وانت تديني فلوس بشكل ما، او انا بعت لك حاجه وانت اديتني فلوس وانت اكتشفت ان الحاجه دي بايظه لا تصلح، وانت حرامي وانت مش عارف ايه وانت ايه وانا مين، انا ما بعتلكش حاجه، انا بنكر اصلا ان حصل ما بيننا حاجه. ما خلاص بقى، ما انا خدت الفلوس وحطيتها في جيبي واديتك حاجه، اكتشفت ان الحاجه دي بايظه لا تصلح او مغشوشه او واتيفر. انت عايز تثبت ان الحاجه ان احنا حصل ما بيننا صفقه وان انا غشيتك علشان تسترجع فلوسك. يبقى دي عمليه النون ريبيوديشن. ازاي نثبت لو الصفقه دي تمت عن طريق سيستم الكترونيك سيستم؟ عايزين نثبت انه حصل صفقه علشان الراجل اللي اتغش يقدر يرفع قضيه ياخد حقه بيها. وحاطط كمان الليجيتيميت يوز. ليجيتيميت يعني كلمه ليجيت معناها شرعي او قانوني، تستخدم في السياقين. فهنا ليجيتيميت يوز انشورينج ذات ريسورسز ار نوت يوزد باي ان اوثرايزد بارتيز اور ان ان اوثرايزد ويز. عدم استخدام ريسورس معين الا للاشخاص الذي يحق لهم استخدامه وفي الغرض المخصص له. يبقى انت لو معاك ريسورس معين، معاك جهاز الشركه مديهولك، المفروض الشركه عايزه تتاكد انك قاعد على الجهاز بتشتغل في شغل الشركه بس، مش قاعد بتعمل حاجه ثانيه، فهي بتحط الكنترولز المناسبه عشان تتاكد من كده، الا لو هي سامحه يعني. بس ايه، عاده بيبقى فيه وسائل مراقبه علشان تتاكد ان الريسورس اللي هي مديهولك انت تستخدمه في الغرض المخصص له بالنسبه للمسموح. وان اصلا مفيش حد من خارج الشركه يقدر يشتغل على الجهاز. لو انا داخل بقى مكان عرفت ادخل وقعدت على الجهاز، الاقي الجهاز نفسه مش سامح لي ادخل، يبقى انا كده ايه ممنوع اصلا ان انا اشتغل على الجهاز لاني ما عنديش اكونت.
فدي أصلاً بمنع الـ Unauthorized Users. نفس الفكرة دي في السبام فلترز، المفروض إن جاي لي إيميلز من أشخاص أنا مش مستني منهم إيميل، واحد بيعلن عن المنتج بتاعه وأنا ماليش دعوة، مش عايز، واحد عايز يبعت إعلان عن مؤتمر إيه ولا ندوة إيه ولا مش عارف إيه، حاجات كلها ما تهمنيش. فالمفروض إن هدف السبام إن هو يعرف الحاجات دي، يستنتج إنها في غير ذي فائدة ليا، وبالتالي يروح حاططها لي في السبام. والله لو انا عايز اشوفها افتح السبام وابص، لكن هو باي ديفولت بيفلتر اللي جاي ويحط لي الحاجات اللي هو متوقع انها مهمه والحاجات اللي هو توقع انها مش مهمه او جايه كده بنظام واحد بيبعت لناس كتيره حطها في السبام. طيب kinds of security breaches. عندك نقطة ضعف في السيستم ظاهرة وواضحة. وبالتالي سهل قوي على أي حد يكتشفها ويدخل من خلالها للسيستم ويغير فيها، يسرق بيانات، يغير في البيانات، يعمل اللي هو عايزه. يبقى الاكسبوجر، اكسبوجر يعني التعرض، اكسبوزد يعني معرض، فهو معرض بسهوله لان حد يقتحم الحاجه الخاصه دي ويبتدي يعمل شغل غير شرعي او غير قانوني عليه. فولنرابيلتي اللي هي حاجه مش ظاهره ولكنها نقطه ضعف برضه، بس مستخبيه شويه لكن سهل اكتشافها، ومن خلالها يقدر يدخل واحد غريب للسيستم ويعمل اللي هو عايزه. الاكسبوجر حاجه باينه، حاجه ظاهره. الفولنرابيلتي مش ظاهره قوي لكن ما زالت مدخل لحد غريب، ثغره او نقطه ضعف انت ممكن ما تكونش عارفها بيدخل من خلالها، زي الحاجات اللي بيكتشفوها في الاوبريتنج سيستمز كل فترة. الويندوز ينزل تحديث علشان اكتشف عنده ثغرة من الثغرات اللي الناس اللي فاهمة في الحاجات دي بيعرفوا يدخلوا منها، فكل شوية يكتشف حاجة يروح باعت لك ابديت علشان يقفل الحاجات اللي مفتوحة عنده دي. والاتاك بقى هو الهجوم شخصيا، خلاص بقى هو في واحد قرر ان هو يهجم وعنده الاسلحة بتاعته وقرر ان هو يقتحم سيستم. هنا بيعرف الثريت التهديد وبيقسمه على حسب هو اللي بينشيت الثريت، اللي بيعمل التهديد ده قد يكون التهديد جاي من حاجه فيزيكال، حاجه في الطبيعه زي الزلازل والبراكين والاعاصير والى اخره. هيومن ثريت ده ينشا عن انسان هو اللي بيحاول ان هو يسرق سيستم او ان هو يقتحم سيستم او ان هو يدعي شخصيه غير شخصيه في الحقيقه. والسوفت وير ثريد هي طبعا السوفت وير وراه انسان، بس في الاخر هو اللي بيقوم اللي في الوش واللي بيحارب هو السوفت وير نفسه، زي الفيروس والتروجن هورسز. دخل برضو في النتورك سيكيورتي، ازاي ان انت تأمن النتورك بتاعتك ضد المقتحمين والمنتهكين لخصوصية النتورك. ايه انواع الاتاكس اللي ممكن تبقى على النتورك؟ فهو هنا عنده اربعة، او يعني ذكر هنا اربعة. انترابشن، انه يخلي النتورك مش شغاله. انترابشن هنا عكس الافيلابيلتي. الافيلابيلتي النتورك شغاله، انت واحد بيبعت للتاني والحاجه بتوصل. ان افيلابيلتي اللي هي بقى الانترابشن، انت قطعت شغلانه النتورك. قطعتها ازاي بقى؟
بكذا طريقه من الطرق الاتاكس. ممكن ريسورس قدرت ان انت توقفه، قدرت ان انت تعطله، طيرت فايلات معينه. دينايل اوف سيرفيس اشهر حاجه فيهم دينايل اوف سيرفيس، هاجمت على جهاز سيرفر وابتديت تديله ريكويستس اكتر من القدره الاستيعابيه له، مليت الميموري بتاعته، فهو في الاخر ممكن ما يكونش فاهم اصلا ان ده اتاك، هو فاكر ان دي طلبات جايه له بس اكبر من قدرته على ان هو يرد عليها، فبالتالي هو يفضل مشغول معاها ومش عارف يرد على حد تاني. من ضمن الاتاكس برضو الشوشره، لو انت بالذات كمان لو كانت لاسلكي وايرلس، انت ممكن ان انت توقع الارسال الوايرلس عن طريق ان انت لو عارف الفريكونسيز اللي هو بيبعت عليها تروح باعت على نفس الفريكونسيز ارسال تاني بقوه عاليه بحيث ان هو يشوشر على اللي موجود. تاني اتاك الانترسبشن، هنا انت بتقدر تاخد الداتا اللي موجوده اللي رايحه من طرف الى طرف اخر، انك تاخد الداتا دي في حاله زي الوايرلس نتورك سهله، اي واحد بيبعت وايرلس في الهواء ده اقدر انا اخد اللي في الهواء، الهواء ده شير، واحنا قلنا الكلام ده في النتورك، الهواء ده شير للطبيعه، فانا سهل قوي اي حاجه ماشيه في الجو دي اخدها، ولو انا عارف هي مبعوته على فريكوانسيز ايه اقدر احولها لونز وزيروز، ولو انا عارف هي انكريبتد ازاي اقدر اعمل لها ديكريبشن واعرف الداتا اللي موجوده. وفي داتا كتير قوي مبعوته اصلا مش انكريبتد، وبالتالي انا ممكن اخد الداتا اللي مش انكريبتد اكتشفها بسهوله، ولو انكريبتد هنا هندخل بقى في جزئيه ازاي اعرف الكي اللي مبعوته بيه. هو غالبا مبعوته بطريقه معروفه، يعني الالجوريزم نفسه انت لو شفت عندك في البيت الواي فاي هم في حوالي 2 3 الجوريزمز الموجودين، فانت عندك الالجوريزمز دي اصلا، لكن الكي بتاعهم هو ده اللي محتاج تعرفه، فهنا ندخل بقى في محاوله تخمين الكي. اما لو كانت سلكيه واير، فانت علشان تاخد الداتا اللي ماشيه دي لازم يبقى ليك اكسس على السلك نفسه، يبقى انت محتاج ايه تقطع السلك وتوصل وصله ليك، وطبعا علشان ما حدش ياخد باله لازم ترجع الوصله زي ما كانت، بس المهم انت واخد فرع كده عندك. طيب من غير ما تقطع السلك كنا ذكرنا في النتورك انك ممكن تعرف بالظبط كده، لو التيار اللي ماشي في السلك ده بيولد مجال مغناطيسي، لو انت في حته مستخبيه والسلك بيعدي من حته تقدر انت يبقى ليك اكسس من السلك من غير ما تقطعه، تعرف تديتكت المجال المغناطيسي وانت عارف مرور التيار الكهربي بيولد مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي بيولد تيار كهربي زي اللي كان ماشي في السلك الاولاني، بس طبعا بتبقى قوته اقل، فانت ممكن تولد نفس التيار الكهربي في سلك تاني، وبالتالي انت كده بقى عندك الداتا اللي كانت ماشيه في السلك الاولاني من غير ما تقطعه، مجرد انك عرفت تقرا المجال المغناطيسي وحولته على سلك تاني. ودي اللي اسمها وايرنج ايفز دروب. الموديفيكيشن، ما احنا كنا بنقول داتا انتجريتي، ده الهدف بتاع الراجل بتاع السكيورتي، الراجل الاتاكر هدفه ايه؟ اللي يقابلها الموديفيكيشن، هو مش عارف يغير الداتا، مش عارف يفهم الداتا، او عارف يفهمها بس مش قضيته، مش هي دي النقطه اللي شغلاه، هو عايز يغير الداتا اللي مبعوته، يبقى هي مبعوته من اكس لواي، انا مش مهتم ان انا اجيبها واعملها ديكودنج، لا انا حاسبها ماشيه بس هروح واخدها كده ومغير فيها شويه وحاططها تاني وتكمل طريقها، وصلت لواي بس وصلت متغيره، يبقى انا ايه بوظت لهم الارسال، يبقى دي لو معلومات مهمه محدش واخد باله انها في النص حصل عليها تغيير، هما شايفينها اتبعتت ووصلت بس وصلت سليمه، لا ما وصلتش سليمه، لو هما ما عرفوش ديتكت انها وصلت مشوهه يبقى كده هيستقبلوا معلومات غلط،
يقابلها بقى الداتا انتجريتي، ان انا اخلي الداتا توصل سليمه، اتاكد انها وصلت سليمه. فابريكيشن اصلا، يعني انا اصلا اختراع لداتا طرفين، ممكن انا اشوف الترافيك اللي ماشي ما بينهم واسيب الداتا ماشيه عادي من الاولاني للثاني من الاولاني للثاني، واروح انا ايه زائد في النص كده باكت، يبقى الباكت الاولانيه جايه من الاولاني راحت للثاني مفيش مشكله، والثانيه والثالثه، واروح انا واحد حاطط واحده من عندي كده رقم، حاطط واحده من عندي رقم 10، يبقى عمال ايه احط في النص حاجات اصلا الاولاني ما بعتهاش، بس انا ايه عرفت هي المفروض يبقى شكلها عامل ازاي ورحت حاطط حاجات في النص، يبقى انا ايه ما غيرتش في الباكت لكن اضفت باكتس اصلا فابريكيتد، يعني انا اللي مخترعها. بل يعني في منها يعني طرق مختلفه، من ضمنها مثلا ان ياخد نفس الباكت اللي ماشيه اعمل منها نسختين او ثلاثه، يعني بدل ما توصل مره واحده احطها هي هي نفسها من غير ما اغير فيها حاجه، احطها هي هي نفسها مرتين وثلاثه. كونها تتحط اكثر من مره ده ممكن يؤدي الى مشكله، على الاقل زي ما انتوا اخدتوا في النتورك لو هي اتبعتت اكثر من مره ده معناها بالنسبه للي بيستقبل انه الاكنولجمنت بتاعته ما وصلتش، دي اقل حاجه يعني. فدي كده انا ممكن ابوظ لهم الاتصال بمجرد ان انا ايه الباكت اللي ماشيه دي اروح واخد منها عامل منها نسخه وحاططها، يبقى هو بدل ما توصل واحده توصل اثنين. هنا بقى بيستعرض تاريخ الاتاكس منذ بدايه ظهور او يعني انتشار الشبكات بالذات، يعني طبعا هي موجوده منذ بدايه الكمبيوتر نفسه بس كانت على سكيل قليل جدا، لكن اللي ساعد في انتشار الهجمات دي هو انتشار الشبكات وبالذات بقى الانترنت بعد ما ظهرت في التسعينات، اصبح من السهل على اي واحد في اي حته في العالم ان هو يأكسس جهاز بعيد عنه، ولو هو شاطر يقدر يخترقه ويقدر يعمل فيه اللي هو عايزاه. فمن بدايه ظهور الانترنت اللي هي تقريبا كانت في التسعينات او في نهايه الثمانينات ابتدت الهجمات تحصل، كانت طبعا في البدايه برضه لسه هجمات خفيفه، ولكن ما كانش في ناس كثيره فاهمين ازاي يشتغلوا على حاجات، فكانت محتاجه ناس ذوي خبره. مع الوقت انتشار الانترنت وانتشار الثقافه بتاعت الكمبيوتر ساينس والنتوركينج ابتدى في ناس اقل من الخبره يقدروا يقوموا بالشغل ده، ناس عاديه ممكن تبقى هم هاكرز يقدروا يخترقوا اجهزه ويقدروا يغيروا ويقدروا يعدوا ويقدروا يهاجموا، فمحتاجين خبره اقل. بينما كفاءة الهجمات وخطورتها زادت، أصبح في هنا أوصل لغاية الألفينات، طبعا الناس لسه ما اتقالش لغاية 2020، لكن هو هنا بيتكلم لغاية 2000 أو 2001، أصبح أشخاص قليلين الخبرة، ناس عادية ممكن يكونوا ناس طلبة في كلية حاسبات ولا في كلية هندسة، ولكنهم عندهم قدرة على إحداث ضرر كبير في أنظمة ممكن تكون أنظمة شركات كبيرة أو دول. ودي أمثلة على أتاكس حصلت على مدار السنين دي كلها، بدأ من السوشيال إنجينيرنج اللي هو من الآخر كده يضحك على الناس عشان يعرف الأكونت، يعني أنت ليك أكونت واحد دخل عليك دخلة كده، طيب اديني كده اليوزر نيم، طب اديني الباسورد، لو أنت شخص ما انتش فاهم قوي او مش مدرك الموضوع ده ما سمعتش عنه قبل كده، فانت بكل براءه تروح مديله علشان يحل لك مشكله.
دي اسمها السوشيال انجينير، اللي هو يعرف يضحك عليك وياخد منك المعلومه. هو ما بعتش فيروس، ما عملش، هو مجرد بس بيدردش معاك، بس عنده القدره على ان هو ياخد منك حاجه مهمه بنفسك انت تتقال ويستغلها بعد كده. فدي طبعا كانت بتمارس في الاول لما كان الناس لسه مش معتاده على الحاجات دي. انتهاء بقى بالاوامر سوفيستيكيتد كوماند اند كنترول، بقى الواحد اللي بيعرف يهاج اجهزه على غير رغبه اصحابها مع ان هو شخص خبرته مش عاليه، لان بقى في تولز جاهزه بتعمل الكلام ده اصلا. طيب زي ما في ستاندردز اتحطت للنتوركس والفانكشنز اللي بتتم في النتوركس اتعرفت في لايرز والفانكشن من دول بقت ستاندرد بعد ما زي ما شفنا قبل كده بيتم اقتراحها وفترتها لغايه توصل انها بقت حاجه شغاله وكويسه. نفس الكلام حصل مع السكيورتي، مع زياده انتشار الاتاكس وانتشار الناس اللي بتدخل على الانترنت بالذات، كان لابد من وجود ستاندردز تحمي على الاقل من الحاجات المعروفه، الحاجات اللي تم اكتشافها. من ضمنها، من ضمن الستاندردز دي، قواعد المنطقيه اللي هو ايه، ان انا اقول لك ما تديش الباسورد بتاعتك لحد، انت لازم تختار الباسورد مش عارف مش اقل من 8 حروف حرف كام، كل دي من ضمن الستاندردز. يعني في ستاندردز تتعلق بالشق المستخدم نفسه، انت المفروض احتياطاتك اللي تعملها ايه، وفي ستاندردز تتعلق بالبروجرامز اللي شغاله والابلكيشنز والكونكشنز. من ضمن الستاندردز دي او من اشهرهم اللي هو الاكس اكس بوينت 8 اكس بوينت 800. ودي محطوطه من الاوبن سيستم انتركونكشن اللي هو نفسه اللي عمل الستاندرد بتاع نتورك اللي هو كان السبع لايرز. الستاندرد ده بيناقش ثلاث قضايا تتعلق بالسكيورتي، الاتاك والميكانيزم والسيرفس. بيعرف الاتاك اي اكشن بيهاجم او يخترق سريه المعلومات المملوكه للمكان او للمؤسسه اللي احنا عايزين نحافظ عليها. الاكشن ده قد يكون او الاتاك دي قد تكون باسيف او اكتف. باسيف معناها ان انا مجرد بعرف عنك معلومات، قدرت اخد الداتا اللي مبعوته من اكس واي، باخد الداتا دي من غير ما اغير فيها، انا بس عرفتها بقى هستغلها لاغراض اخرى. لكن في الاخر انت كنتورك بتنقل الداتا من هنا لهنا، هي وصلت؟ اه وصلت. وصلت سليمه؟ اه وصلت سليمه. حاجه اتضافت عليها؟ لا. امال الراجل عمل ايه؟ مجرد انه عرف اخذها وهيستغلها بقى في غرض اخر ممكن خارج اطار النتورك اصلا. انما من ناحيه النتورك فانكشناليتي تمت. الداتا خرجت مشيت سليمه وصلت سليمه. بس في واحد بقى ايه اخذ منها فوق. ده اسمه الباسيف اتاك اللي هو ما حصلش تغيير في الداتا نفسها. هيعمل بيها ايه بقى؟ ممكن مثلا يحاول يعمل لها ديكريبشن، يكتشف منها الباسورد، اكونت بتاع بنك، اكونت مش عارف بتاع موقع معين، يعني هياخد من المعلومات اللي يفيده في حاجه خارج اطار توصيل الداتا نفسها. تو تايبس اوف باسيف اتاكس، حتى في الباسيف اتاكس صنفها ذا ريليز اوف مسج كونتنت، يعرف اللي موجود في المسج زي ما قلنا يستغلها ان هو يعرف معلومات عن حساب بنكي ولا عن موقع معين يستفيد من وراه، او حتى ترافيك اناليسيس، مجرد ان هو يعرف كم الداتا اللي ماشيه دي ولها برضو اغراض اخرى. يعني الترافيك اناليسيس انا لو عرفت كم البيانات اللي بتطلع من المكان ده
ورايحة للمكان التاني، وأوقات طلوع الداتا. يبقى أنا من خلال المعلومات دي أنا بكون فكرة عن الناس اللي شغالة في المكان ده وطبيعة اتصالهم بالمكان التاني وأوقات شغلهم وأوقات راحتهم. أنا ممكن أكون معلومات كتيرة قوي من مجرد مراقبتي بس للداتا اللي رايحة، مجرد أنا أعمل لها statistics هي بتطلع بمعدل قد إيه وإمتى. أكتف بقى لا مش مجرد بيراقب وياخد كل ده، بيغير فيها. وهنا قسم الاكتف لاربع حاجات. ماسكريت الانتحال، لو انت لو حد انتحل شخصية حد ويبعت داتا، انا ببعت داتا لواحد تاني على ان انا شخص تاني. الهدف بقى من كده ممكن يكون الهدف ان هو يديني معلومات عنه ما كانش هيديها لي لو انا اللي كلمته شخصيا، لكن كان هيديها للشخص التاني اللي انا منتحل شخصيته. ده كمثال يعني. ريبلاي زي ما قلنا ان الداتا اللي ماشيه دي تعيد ياخد منها باكت وتعمل منها كوبي وتحطها على الخط، فانت فعليا الترافيك الستريم اللي ماشي ده انت غيرت فيه لانك اضفت عليه حاجات، فبالتالي ده تغيير في الستريم. ممكن ما تكونش غيرت في الباكت الواحده لكن انت عملت دبلنج لبعض الباكتس. موديفيكيشن اوف مسج، لا انت بقى خدتها وغيرت فيها وحطيتها تاني. دينايل اوف سيرفيس، بعت ريكوست خليت الريسيفر مش قادر يستقبل، فبالتالي هو مشغول باللي انت عمال تبعته له ومش قادر يستقبل من حد تاني. كل دي تحت التصنيف الاكتف اتاكس. يبقى السكيورتي هدفها انها تمنع الباسيف والاكتف اتاكس. زي ما قلنا هي في كذا مرحله. مرحله الردع في الاول اني ما اخليش اصلا الشخص اللي بيحلم ان هو ياتاك ان هو يفكر في الموضوع. ما قدرتش يبقى امنع ان هو يخترق. ما قدرتش واخترق يبقى اكتشف. وبعد ما اكتشف المفروض ان انا بحاول اكوريكت الاكشن اللي حصل. الكلام ده بيتم عن طريق كذا حاجه، ما ينفعش حاجه واحده هي اللي تقوم بالمهمه دي. دي تشمل بقى زي ما قلنا قواعد تتعلق بالمستخدم نفسه، ازاي انك لازم عشان تدخل على حاجه لازم يكون ليك اكونت، المفروض ما حدش يعرف الاكونت ده، والاكونت ده نفسه ما يكونش سهل تخمينه الباسورد بتاعته، مرورا بقى بان في فاير وول وفي انتي فايروس الى اخره من الحاجات اللي بتكمل بعضها علشان تمنع المشاكل اللي ذكرناها. زي ما قلنا من ضمن الستاندردز المحطوطه اللي هو الاكس 800 والار اف سي 49 49. من ضمن الحاجات اللي موجوده في الاكس 800 اللي حطاها الاوبن سيستم انتربرنيشن او اس اي اللي هي الاوثنتيكيشن، التعرف على الشخص اللي باعت الحاجه. طبعا احنا في حاجات ممكن تتعارض مع بعضها في بعض الاوقات، يعني احنا ساعات نقول ان احنا عايزين نخفي هويه شخص لانه مش من حقك تعرفه، ولكن في سيناريوهات تانية انت لازم تعرف هويه الشخص لانك لازم تعرفه، لان هو هتتعامل معاه وهتدي له خدمه بيزد على شخصيته على هويته، فانت في الحاله دي لازم تعرفه. فاحنا عندنا هنا دايما في تعارض ما بين البرايفسي اخفاء هويه الشخص، وده بيحصل في يعني سيناريوهات معينه، وبين الاوثنتيكيشن انك تعرف الشخص. ففي ناس لهم الحق في معرفه الهويه وناس اخرين ممنوع ان هم يعرفوا، فانا عايز اسمح للي مسموح له يعرف وامنع عن اللي مش مسموح له يعرف. فعمليه الاوثنتيكيشن انك انت مسموح لك انك تعرف ومش هتأدي له الخدمه غير لما تعرف هو مين وتتاكد طبعا.
وهنا الاوثنتيكيشن قسمها لحاجتين، بير انتيتي اوثنتيكيشن، الاثنين اللي بيكلموا بعض يعرفوا بعض، انا عارف الطرف الثاني وهو عارف، وفي طبعا معانا دليل على انا بكلم مين وهو معاه دليل على ان هو بيكلمه. والداتا اوريجين اوثنتيكيشن، انا جايالي داتا المفروض انها جايالي من فلان الفلاني، اضمن منين انها جايه من فلان الفلاني؟ ايه اللي يضمن لي انها جايه من فلان؟ من ضمن برضو الاكس دوت 100 الاكسس كنترول، كل شخص له صلاحيات او سماحيات معينه، انت ليك اكونت على الجهاز يسمح لك بانك تقرا بس، واحد تاني له اكونت يسمح ان هو يقرا ويديليت، واحد تالت من حقه ان هو يكريت اكونت ادمنستريتور وان هو يشيلك اصلا، يشيل الاكونت بتاعك. اذا في عندنا اكسس كنترول بيحدد من له صلاحيه يعمل ايه. الداتا كونفيدنشياليتي اللي اتكلمنا عليها من ضمن دايما هتلاقيها في اي ستاندرد، كونفيدنشياليتي والانتجريتي والمفروض الافيلابيليتي او الاوثنتيكيشن. فانا الاكس 800 فيها الاوثنتيكيشن شفناها في السلايد اللي فاتت، وفيها الكونفيدنشياليتي وفيها الانتجريتي، ومعاهم كمان الاكسس كنترول، ومعاهم النون ريبيوديشن عدم الانكار، يقدر يثبت انه حصل ترانزاكشن ما بين فلان وفلان. كيفية تأمين البيانات، ده السكيورتي ميكانيزم، تأمين البيانات، تأمين الخصوصية، كل حاجة من دول لها ميكانيزم، لها وسيلة لتحقيق ذلك. تأمين البيانات بيتم عن طريق الانكريبشن، والانكريبشن بنستخدم فيه الكريبتوغرافي، علم الكريبتولوجي اللي هو تحويل الحاجة إلى صورة أخرى غير مفهومة إلا لشخص عنده وسيلة لفكها. برضه داخل الاكس دوت 800 عنده ميكانيزمز سبيسيفيك سكيورتي وبيرفيسيف سكيورتي. من ضمن السبيسيفيك سكيورتي انسايفرمنت عمليه ان اللي هي تو دو، سايفر اللي هي زي ما قلنا عمليه التشفير اللي هي جايه من كلمه صفر، انسايفرمنت اللي هي في الاخر عمليه الانكريبشن، الديجيتال سيجنتشر. ايه الديجيتال سيجنتشر؟ طب بتفيد في ايه؟ هو ايه السيجنتشر اصلا؟ امضى، توقيع بالفصحى، توقيع. طيب ايه هدف من التوقيع؟ يعني انت لو شفت ورقه موقعه من تامر، دي بقى اللي سميناها ايه؟ اوثنتيكيشن. دي عمليه اوثنتيكيشن. طيب بديل بقى الامضاء على الورق، احنا محتاجين بقى ديجيتال. طيب ديجيتال انا هكتب اسمي يعني كده؟ لا، ده ممكن اي واحد يكتب اسمي على الكمبيوتر. طيب لازم يكون في وسيله اخرى ان انا احط حاجه معينه في الدوكيمنت اللي رايحه لك، وانت الحاجه دي هتكتشف منها انها جايه منه. الحاجه دي مفيش اي حد يقدر يحطها على الدوكيمنت غيره، لما تشوفها عندك هتعرف انها جايه منه. يبقى دي نفس ادت نفس الوظيفه بتاعت الامضاء. اكسس كنترول، داتا انتجريتي، اوثنتيكيشن، كل دي لابد من وجود طريقه لتحقيقها. اكسس كنترول هو طريقه في حد ذاته لتحقيق انه مش اي حد يستخدم ريسورس مش من حقه. هو ميكانيزم نفسه، ديجيتال سيجنتشر ميكانيزم للاوثنتيكيشن، لتحقيق الاوثنتيكيشن. الانسايفرمنت ميكانيزم للداتا كونفيدنشياليتي. الاكسس كنترول از ميكانيزم تو انشور انه ما حدش بياكسس حاجه مش من حقه. الداتا انتجريتي هي ليها طرق، الطرق دي بتؤكد اذا كانت الداتا اللي وصلت تم التلاعب بها او لم يتم التلاعب بها.
فضل لنا 5 سلايد. من ضمن برضو الستاندرد اكس 800 البرفيزيف سكيورتي ميكانيزم. وكلمة برفيزيف معناها ايه؟ كلمة بيرفيزيف دي معناها ايه؟ حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ طيب هي تبدو انها مقابلة لكلمة سبيشال او سبيسيفيك. يبقى بدل ما بيتكلم على حاجات خاصة بامور معينة، البيرفيزيف معناها حاجات كلية، حاجات شاملة، حاجات على سكيل اعلى من السكيل بتاع حاجات معينة. فمن ضمن البرفيزيف ميكانيزمز التراستد فانكشناليتي. يعني ايه تراستد فانكشناليتي؟ انا اثق في الكود بتاعك ازاي؟ انا مش ضامن الكود ده شغال صح ولا مش صح، اثق فيه ازاي؟ انا لازم يبقى في عندي وسيله للتحقق من ان الكود ده شغال صح وشغال، ما بيضحكش عليا، ما بيغشنيش، ما بيسترش مني حاجه. ده لو انا بتكلم على كود. طيب لو بتكلم على سيرفيس، اثق منين ان السيرفيس بتاعتك دي ما بتضحكش بيها عليا؟ اثق منين ان الكوكي اللي انت حطيتها عندي على الجهاز مش بتجمع بيانات عندي؟ تراستد فانكشناليتي لازم يكون في وسيله ما للتحقق والتاكد من ان الطرف الثاني ما بيحاولش يخدعك. من ضمن الحاجات سكيورتي اوديت تريلز. يعني ايه سكيورتي اوديت تريلز؟ اوديت يعني ايه؟ اوديت يعني، حد عارف الكلمه دي؟ قريبه من المحاسبه، هي مراجعه. هي فعلا اوديت بيستخدموها المحاسبين والمراجعين. فكلمه اوديت انا عايز اراجع اشوف كشف حساب بتاع حاجه. يبقى انا ايه؟ عندي في الكمبيوتر لوج فايل بيخزن العمليات اللي حصلت. انت اكتشفت في نهايه اليوم ان في حاجه غلط، في شخص ما دخل لعب في السيستم، دلت حاجه، حط حاجه غريبه. طب هتعرف منين الشخص ده؟ في حاجه بقى بتسجل مين دخل امتى وعمل ايه. يبقى انا ايه؟ انا مش عارف مين اللي عمل المشكله، اروح راجع للوج فايل واشوف اللحظه الفلانيه فلان الفلاني كان موجود، اجيب بقى فلان الفلاني، انت بقى انت عملت ايه؟ لا انا ما عملتش اللوج فايل. يا اما انت عملت، يا اما انت سبت الاكونت بتاعك مفتوح وحد تاني دخل كانه انت، يبقى برضه انت غلطان. يبقى انا في عندي وسائل للمراجعه، لان انا اتراك واعرف مين اللي عمل حاجه فيها مشكله. وسكيورتي ريكفري، لو طبعا مش كل الحاجات اقدر اعملها ريكفري، ولكن في بعض الميكانيزمز التي تساعد في ان انا استرجع الحاجه او ارجعها الى ما كانت عليه. زي مثلا عمليات الباك اب، ان انا بيبقى عندي من الحاجات المهمه نسخه ثانيه، ويفضل تكون النسخه الثانيه بعيده، يعني ما يبقاش اللي هجم على النسخه الاولانيه يبقى سهل عليه ان هو يلاقي النسخه الثانيه جنبها. يبقى كده ايه؟ هو يبقى هياخد الاثنين، هيغير في الاثنين او هيلعب في الاثنين لو قدر يعني. لكن يفضل الباك اب يبقى في حته معزوله او بعيده، او يفضل يبقى اصلا مش على نفس الجهاز، بحيث ان ايه؟ لو اكتشفت ان في مشكله هنا اقدر استرجع نسخه سليمه واحل المشكله. موديل فول نتورك سكيورتي. طبعا هنا عندنا الطرفين، الطرف اللي بيبعت والطرف اللي بيستقبل. المفروض ان الطرف اللي بيبعت بيسكيور البيانات اللي هو بيبعتها عن طريق الانكريبشن ادريس، بتطلع البيانات في صوره غير مفهومه الا للشخص اللي معاه المفتاح اللي يفك، وترسل على الوسط الذي هو
فين ولا مين بيبص عليها، انا ما بضمنش عايزها، فده طريق غير مؤمن. بتوصل للطرف اللي بيستقبل، المفروض ان هو بيستقبل الحاجه اللي موجوده، وبيبتدي هو عنده المفتاح اللي يفك به الداتا، واللي يقدر يعرف اذا كانت الداتا حصل لها تغير ولا لا، لما يتاكد انها وصلت سليمه يبتدي يستقبل. ده طبعا يعني ده موديل تبسيطي مش مفهوش تفاصيل، يعني ده الفكره العامه. حتى يتحقق هذا الموديل لابد من وجود الجوريزم علشان يحول الداتا الى الصوره غير المقروءه، غير للشخص اللي معاه المفتاح. الكي نفسه اللي بيستخدم هو نفسه محتاجين وسيله لتوليده، انا جنريت الكي ازاي. وصول الكي للناحيه الثانيه زي ما قلنا لو سيمتريك يبقى المفروض الطرف اللي بيرسل معاه مفتاح، الطرف اللي بيستقبل معاه نفس المفتاح. طب هو هيوصل له ازاي؟ الا لو انا رحت قابلته شخصيا. او يوجد وسائل اخرى لارسال الكي، يبقى احنا هننتقل من مشكله ارسال الرساله نفسها الى ارسال الكي اللي بيشفر الرساله نفسها. او يكون بقى بنستخدم الاسيمتريك اللي هو الاثنين كيز مختلفين، واصلا انا مش محتاج ابعت لان هو في عندي بابليك كي بستخدمه والناحيه الثانيه عنده برايفت. فهنا احنا طبعا كل ده انترودكشن لسه ما بيدخلش في تفاصيل، هو بيدي الافكار العامه. برضو من ضمن الحاجات اللي بيأمن بيها النتورك وجود حواجز بتمنع دخول ما هو غير مرغوب فيه او ما هو مشكوك في امره. ده يشمل الفاير وول، يشمل الانتي فايروس، هنا مسميها الجيت كيبر، بوابة. وكذلك بتمنع الأشخاص الذي ليس من حقهم الدخول، يعني أنت ليك أكسس على سيرفر معين موجود في شركة، موجود في جامعة، موجود في بيتك حتى، بس أنت لو خرجت بره المكان إزاي أنك تأكسس على نفس الجهاز ده وأنت بره؟ طبعا لو فتحت الباب يبقى انت وغيرك هيأكسس، يبقى لازم من وجود وسيله للتاكد من هويتك، يعرف ان انت الشخص اللي مسموح له يأكسس الجهاز، يسيبك تدخل ريموت اكسس على الرغم ان انت مش داخل الشبكه او مش قاعد على الجهاز، بينما غيرك ما عندوش ما يثبت انه انت، فبالتالي هيمنعه. ده برضو من ضمن الجيت كيبر. ده كده كان ملخص سريع ليه فكرة عامة عن السيكيورتي.